أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد أهم العناوين. الهيئة نت احتجاجات واسعة في محافظة التميم بسبب أزمة الوقود. المدى سخط شعبي نتيجة استمرار الاعتداءات على المؤسسات المدرسية. موقع ألترا عراق 5 أشهر والبرلمان دون لجان، وزارات بلا رقابة واحتمالية هدر المال قائمة. يقينة ماكنزي حكومة بغداد تريد بقاء القوات الأمريكية في العراق. العربي الجديد بوتين يتعهد بمواصلة العملية العسكرية حتى تنفيذ جميع الخطط. القدس العربي اعتراض فرنسي أوروبي هندي على إعلان يوم لمكافحة الإسلاموفوبيا. واشنطن بوست مشاهدة الإخفاقات العسكرية لروسيا أمر مبهج، ولكن بوتين المحاصر أصبح أكثر خطرا. نبدأ من صحيفة العربي الجديد ومقال للكاتب فارس الخطاب جاء فيه: وصف كتاب ومحللون قصف إيران لمدينة أربيل بالسابقة الخطيرة، وعلى الرغم من عنصر المباغتة الذي اعتمدته طهران في هذه العملية، إلا أن الأمر بالنسبة لسلوكها الممتد منذ عام 2003 وإلى مستقبل غير منظور ربما هو سلوك بني على التحرك داخل الأراضي العراقية، سواء بقوات عسكرية يمثلها الحرس الثوري أو بضربات بالمدفعية والصواريخ في إطار سعيها إلى الهيمنة على مقدرات هذا البلد، إضافة إلى منهجيتها في إحداث التغيير الديموغرافي المطلوب وفق سقوف زمنية محددة. وكل هذه التدخلات والتجاوزات كانت الحكومات العراقية تتفهمها وتجيرها لصالح عناوين واهية ولا تمت للحقائق على الأرض بصلة. هذه عملية من بين مئات عمليات قامت بها إيران داخل العراق وعلى حدوده، وما يهم هنا هو دور الحكومة العراقية، بمعنى أنه إن كانت هناك مقرات للمخابرات الإسرائيلية الموساد بين مزدوجين في وسط أربيل والحكومة المركزية لا تعلم فهذه مصيبة، وإن كانت تعلم فالمصيبة أعظم. فوجود جهاز معاد كالمخابرات الإسرائيلية في مقرات داخل أحياء مدنية يعني سهولة كشفه والتعرف على نشاطاته من خلال أجهزة الداخلية العراقية وأيضا جهاز المخابرات العراقي. وعدم المعرفة هنا تعني إغماض العيون وفتحها فقط على أهداف لا أحد يستطيع التأكد من صحة ادعاء استهدافها في صحراء العراق الغربية على أنها أهداف لتنظيم داعش الإرهابي. أما المعرفة وعدم التصرف فهي أيضا تعني إما الشراكة مع الإقليم في هذه الاستضافة أو العجز عن الإعلان ثم المواجهة في ظل تصاعد حالة الضعف والفشل في الأداء الحكومي العام واستمرار الفساد بين أحزاب الدولة وأجهزتها. وفي وقت أعلنت طهران إطلاقها 12 صاروخا باليستيا ضد أهداف في داخل مدينة أربيل، أصر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على تكرار مقولته: سنفتح تحقيقا في الموضوع ونحدد مسؤولية الطرف الذي قام بالقصف. وكان الأجدر به القول كان على إيران تبادل المعلومات معنا قبل تنفيذ أي عدوان على أرض العراق وشعبه. نحن أمام عمل من أعمال العدوان قابله موقف حكومي عراقي هزيل وتذبذب أمريكي نأت من خلاله إدارة الرئيس جو بايدن بنفسها عن الدخول في سجالات وربما تصعيد في الشرق الأوسط مع إيران، في حين وضعت جل اهتماماتها بالحرب الروسية على أوكرانيا وتوترات حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. نبقى في موضوع استهداف العراق من قبل إيران، حيث كتب جاسم الشمري مقالا نشره موقع عربي 21 جاء فيه:
الصراحة الإيرانية وبلا أدنى محاولة لإخفاء الهجوم تؤكد بأنها تتحدى جميع دول المنطقة وتستغل الانشغال والربكة الدولية المتزامنة مع الحرب الروسية الأوكرانية. هذه الصراحة الإيرانية وبلا أدنى محاولة لإخفاء الهجوم تؤكد بأنها تتحدى جميع دول المنطقة وتستغل الانشغال والربكة الدولية المتزامنة مع الحرب الروسية الأوكرانية. ثم إذا كانت إيران تقر بتواجد صهيوني في الإقليم، فلماذا زار إسماعيل قائاني قائد فيلق القدس أربيل 3 مرات تقريبا خلال شهرين؟ والغريب في الأمر أن قائاني وصل لبغداد بعد الهجوم بيومين فقط، وكأن الإيرانيين لم يرتكبوا أي فعل لا يتفق مع الأعراف والقوانين الدولية. وأرى أن الهجوم يهدف لتحقيق جملة أهداف، ومنها الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني المسيطر على حكم الإقليم لسحب مرشحه لرئاسة العراق، وترك المجال لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني القريب من طهران قبل أسبوع من جلسة البرلمان بهذا الخصوص، السعي للعبث بأمن المنطقة وتبليغ رسائل غير مباشرة لبعض دول جوار العراق العربي بأننا نمتلك قدرات جيدة لزعزعة أمنكم. إن هجمات أربيل تؤكد استمرار الشهية الإيرانية للحصول على المزيد من المزايا والمكاسب على حساب العراق، لأنها على يقين بأنه لا يمكن لقوة عسكرية عراقية أن تقف بوجهها لقناعتها بهشاشة قدرات العراق العسكرية الحالية ولاعتمادها كذلك على النصرة العقائدية الولائية والسياسية غير الناضجة في بعض أروقة السياسة العراقية، والتي تفضل التماشي مع المخططات الإيرانية ولو على حساب مصالح الوطن الأم العراق. التلوث السياسي دفع بغالبية ردود الفعل على هجوم أربيل للالتفاف على الواقع والقفز على الحقيقة والإصرار على الحديث عن الأمن المزيف والسيادة الغائبة، وذلك كله جزء من حالة خداع الذات قبل خداع الآخرين. تقول الكاتبة ثائرة أكرم العقيدي في مقال نشرته صحيفة الميثاق الوطني إن الأحزاب والحكومات في العراق عملت على زرع الخوف والرعب في قلوب العراقيين من محاولة تجربة نظام سياسي جديد، بزعمها أنه يؤدي إلى المجهول، وكأن العراق يعيش أزهى أيام حياته، حتى أصبح الناس يخافون من ركوب قارب نجاتهم لتستمر الأحزاب والحكومات الفاسدة بممارسة التهميش والتجهيل وإشاعة الفقر والأوبئة بين الشعب العراقي، بل أضحت الأحزاب وميليشياتها جسراً للتدخلات الإقليمية كما يحدث مع إيران عدوة العراق التاريخية. ما يجري في العراق من تهجير وجرائم إبادة جماعية هو ليس بسبب انعدام الفيدرالية أو وجودها، وإنما بسبب نظام المحصصة والتبعية المقيتين، حتى أصبح حال العراقيين كالمستجير من الرمضاء بالنار. لذلك أصبح تهجير ملايين العراقيين من منطقة إلى أخرى أهون بكثير عليهم من الهجرة إلى خارج العراق، ولذلك ظنوا أن ما تسمى الفيدراليات الثلاث هي الحل، بسبب أن النظام السياسي وحكومة بغداد وأحزابها الفاسدة وميليشياتها الإجرامية تسببت بتمزيق النسيج الاجتماعي والعشائري العراقي، ولكن سرعان ما انكشفت الحقائق واستعاد المجتمع العراقي تاريخه ونسيجه الاجتماعي المتماسك، وتبين أن مشاكل العراق ومعاناته وعدم استقراره بسبب نظام المحاصصة الطائفي وحكوماته البائسة المتسببة باستمرار الأزمات وانعدام الأمن، بل وفتح الباب على مصراعيه للتدخلات الإقليمية والخارجية، حتى أصبح الشعب العراقي عاجزاً عن تغيير حكامه العملاء الظالمين وإزاحة الأنظمة الدكتاتورية والفاسدة التي عملت منذ 2003 على مشروع تدمير المجتمع العراقي من خلال ممارسة التغيير الديمغرافي. العراق اليوم على صفيح ساخن، والأوضاع فيه يمكن أن تنفجر بأي لحظة ممكنة، فكردستان
شبه دولة مستقلة، عن العراق فهي دولة داخل الدولة، والمحافظات المنكوبة مدمرة وأهلها نازحون. تكاتف الشعب العراقي ووقوفه ضد النظام السياسي القائم هو الحل لإنقاذ العراق من الشرذمة التي تجره إلى قعر الهاوية، ولذلك تحرص الكتل والأحزاب السياسية وميليشياتها على تمزيق وحدة الشعب العراقي، لأنها تعلم أن نهايتهم بوحدة الشعب العراقي وتماسكهم. قال موقع ميدل إيست آي إن الهند وفرنسا والاتحاد الأوروبي اعترضوا على إنشاء يوم دولي معترف به لمكافحة الإسلاموفوبيا، وأيد القرار 55 دولة مسلمة في منظمة التعاون الإسلامي، من ضمنهم السعودية وإيران ومصر وتركيا وقطر وسوريا والجزائر والمغرب والعديد من الدول الأخرى في الخليج وشمال أفريقيا. في ترحيبه بالقرار الذي صدر يوم الأربعاء، قال الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي حسين إبراهيم طه إنه سيعزز الوعي العالمي بخطر الكراهية والتعصب ضد المسلمين، وأيد القرار دول غير مسلمة مثل روسيا، في حين أعربت فرنسا والهند عبر مندوبيهما عن رفض القرار. ووصف نيكولاس ديريفير المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة القرار بأنه غير مرض وإشكالي، وقال أمام الجمعية العامة إن فرنسا تدعم حماية جميع الأديان والمعتقدات لكنها تشكك في الاستفراد بدين معين. وردد الاتحاد الأوروبي وهو كتلة من 27 دولة أوروبية لديها صفة مراقب دائم في الأمم المتحدة مخاوف ديريفير، ولكن ليس لديها حقوق التصويت. وتأتي معارضة فرنسا للقرار في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة نفسها اتهامات بالإسلاموفوبيا بسبب مجموعة من السياسات التي تهدف إلى معالجة النزعة الانفصالية والإسلامية والقوى الجديدة التي استخدمت لإغلاق المساجد ومنظمات الجالية الإسلامية. قال ريان فريشي الباحث في منظمة كيتش، وهي مجموعات حقوقية تدافع عن المجتمعات المسلمة المتأثرة بسياسات مكافحة الإرهاب، إن المعارضة الفرنسية لقرار الأمم المتحدة لم تكن مفاجأة. وقال الموقع إن فرنسا دولة معادية للإسلام، ولا يمكنها إلا أن تعارض إنشاء يوم دولي يمكن أن يساعد في تحميلها المسؤولية عن الإسلاموفوبيا. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الحرب التي بدأتها روسيا ضد أوكرانيا قد تتحول إلى حرب نووية بعد التطورات الميدانية الأخيرة، وأشارت الصحيفة في مقالها إلى أن العديد من الخبراء والمحللين يحذرون من تحول الغزو الروسي لأوكرانيا إلى حرب مباشرة قد تنزلق إلى تبادل الضربات بالأسلحة النووية. الدعم العسكري الغربي الصريح لأوكرانيا والتهديدات الروسية بالانتقام المباشر المدفوعة بحالة الحصار واليأس في موسكو تزيد من عدم اليقين حول الخطوط الحمراء لكل جانب. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن احتمال نشوب حرب نووية قد عاد الآن إلى عالم الاحتمالات، أن الإدارتين الروسية والأوكرانية أكدتا مرات عدة أن وقوع مثل هذه الحرب غير وارد إطلاقا، إلا أنهم على الرغم من ذلك يقومون بالاستعدادات ويصدرون تصريحات حول كيفية تنفيذ هذه الهجمات. الخبراء يقولون أن الحرب في أوكرانيا تزيد من هذه المخاطر إلى مستوى لم نشهده منذ أزمة الصواريخ الكوبية، ومن بعض النواحي قد تكون أكثر خطورة من ذلك، حيث تعتبر موسكو الأسلحة والمساعدات العسكرية التي ترسلها الحكومات الغربية إلى أوكرانيا بمثابة حرب. وقد لمحت مرات عدة إلى أنها قد تستهدف قوات الناتو،
أن أي صراع نووي مهما كان محدودا في البداية إلا أنه سيحمل في طياته خطرا تصاعديا يسميه الاستراتيجيون أستخدمه أو أفقده. وفي هذا السياق أفاد الخبير الاستراتيجي النووي بجامعة هامبورغ الألمانية أولوريش كوهن أن الهجوم الروسي على القاعدة الأوكرانية القريبة من بولندا هو ما يجعله قلقا تجاه احتمال تحول أزمة أوكرانيا إلى حرب نووية. نشرت صحيفة واشنطن بوست بنود الاتفاق المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، معتبرة أن الكرملين قد يسعى للوصول إلى اتفاق بعد الحصول على بعض المكاسب للترضية في ظل تعثر القوات الروسية والعقوبات الغربية التي تضرب الاقتصاد الروسي. روسيا تصر على مطلب حياد أوكرانيا على اعتبار أن أحد أسباب الحرب هو رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الغرب ورغبتها في الازدهار وتقرير المصير من خلال العضوية في الناتو والاتحاد الأوروبي. أن وجود الديمقراطية المزدهرة على حدود روسيا خاصة في أوكرانيا يمكن أن تكون أنموذجاً مغرياً للشعب الروسي، مما يهدد قبضة بوتين الاستبدادية. أوكرانيا ستطالب بالحصول على ضمانات أمنية غربية، لأنه بالنسبة لها أي تعهد بالحياة سيحتاج على الأرجح إلى اعتراف روسيا بأن القوى الغربية ستقدم لها المساعدة إذا تعرضت للتهديد مرة أخرى. هذه الخطوة هي النقطة الأكثر صعوبة بالنسبة لموسكو، لأنها ترقى إلى مستوى القبول التكتيكي لمشاركة الناتو في الدفاع المستقبلي عن أوكرانيا. يمكن أن تقبل بذلك إذا تم وضع بند يحد من أنواع الأسلحة المقدمة لأوكرانيا. النقطة الثالثة في الاتفاق ستدور حول شبه جزيرة القرم وإقليمي لوغانسك ودونيتسك، مشيرة إلى أن الحرب في أوكرانيا بدأت منذ ما يقرب من عقد من الزمان، عندما وقعت كييف اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي ورفضت الحصول على قرض من روسيا، حيث رد الكرملين بغزو شبه جزيرة القرم وضمها. ورجحت الصحيفة أن تطالب موسكو كشرط للتسوية باستقلال المقاطعتين الانفصاليتين باعتراف كييف والمجتمع الدولي بضمها لشبه جزيرة القرم، فضلا عن السيطرة الروسية الفعلية على شرق دونباس، وهو ما يرفضه الأوكرانيون. وأشارت الصحيفة أنه في أسوأ السيناريوهات قد تضطر أوكرانيا أيضا إلى الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا واستقلال لوغانسك ودونيتسك، كما رجح أن يطلب من قوات حفظ السلام الروسية البقاء في دونباس على عكس إصرار كييف على أن روسيا يجب أن تسحب كل جندي من حدودها. تتربع الزهور في مشتل أبو سويرح وسط قطاع غزة داخل قوارير بلاستيكية كلوحة فنية رسمت بعناية فائقة معلنة بداية فصل الربيع. وحظيت هذه الزهور قبل أن تكشف عن جمال ألوان بتلاتها الزاهية بالكثير من العناية والاهتمام على مدار ما يزيد عن 6 أشهر، وعلى بعد خطوات من هذا المشهد يمتد حقول أو حقل للورود يعود للفلسطيني عز الدين أبو سويرح. بعض هذه الأزهار تم استيراد بذورها وشتلاتها من هولندا متخطية الحصار الإسرائيلي الممتد لما يزيد عن 15 عاما والقيود المفروضة على حركة الأفراد ونقل البضائع، وفق قول أبو سويرح لوكالة الأناضول. نتابع معا بعض صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحف اليوم.
في الختام تقبلوا منا أطيب التحيات مشاهدينا، دمتم بخير وإلى اللقاء.